وضع الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز الحجر الأساس للطريق الرابط بين مدينة تامشقت ومنطقة الزرافية البالغ طوله 90 كيلومترا وتبلغ تكلفته المالية زيادة من 8 مليارات أوقية. ينتظر أن تنتهي أشغال الطريق في غضون 30 شهرا، وتتولى تنفيذه شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة والموريتانية للأشغال والبناء. أعلن الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز مدينة تيشيت التاريخية عاصمة للثقافة الوطنية هذا العام ومصدر إلهام للعبقرية الموريتانية. قال العبد العزيز في خطاب ألقاه يوم أمس خلال افتتاحه أعمال النسخة 7 من مهرجان المدن القديمة إن المهرجان يعتبر معلمة ثقافية أصيلة ومشروعا اجتماعيا يحيي التراث العربي الإفريقي ويعزز اللحمة الوطنية. قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية محمد الأمين للشيخ إن مدينة تيشيت تعتبر واسطة عقد المدن الموريتانية القديمة المصنفة كتراث عالمي، مضيفا أنها تعتبر من أثرى المدن من حيث المخطوطات والكتب العلمية النفيسة. جاء تصريح للشيخ خلال افتتاح أعمال النسخة 7 من مهرجان المدن القديمة في مدينة تيشيت. دعا عمدة بلدية تيشيت محمد ولتياه الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز إلى زيادة الفترة الرئاسية والاستعداد للترشح لمأمورية ثالثة. وقال ولتياه خلال كلمة ألقاها في افتتاح النسخة 7 من مهرجان المدن القديمة إن تمديد المأموريات يعتبر ضروريا من أجل إنجاز المزيد من المشاريع التنموية.